مرحبا في ظهيرة، سنتناول ملفات أخبارية عدة، نبدأها بمتابعة للاتفاق على حل الكنيسة في إسرائيل، وأيضا سنتابع التطورات الميدانية في أوكرانيا والحديث عن استفتاء مقترح على منطقة خرسون. أيضا سنتابع المشهد في تونس والمحادثات المستمرة بشأن تعديل الدستور وموقع الإسلام في الدستور الجديد المقترح في تونس. إذن الظهيرة تأتيكم عند الرابعة بتوقيت القدس، الواحدة بتوقيت غرينتش، معي أنا نجلاء أبو مرعي على شاشة العربي، وبإمكانكم متابعة البث المباشر على قناتنا على يوتيوب.